حراكم الشخصين، أنها تعود إلى تلك المنطقة التي استقبلوها بالدفوف والطبول وهي على ظهر زينب. الله، زينب بنت أمير، وما جرى على زينب عندما يقال بأن زينب أم المصائب. نعم، أم المصائب. الذي جرى على الحوراء زينب ليس بالقليل. أحد العلماء رأى في عالم النوم، رأى في عالم الرؤيا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، رآه حزينا باكيا. قال له سيدي في عالم النوم، قال له سيدي ما لي أراك تبكي، ما لي أراك حزينا. قال له يا غاذا، إن هذه الليلة هي ليلة وفاة عمتي زينب، وإن الملائكة في السماء ينصبون المجلس والعزاء على عمتي. يبكي على زينب، ترى اللي جرى على الحوراء زينب ليس بالقليل. سوت كربلة بزينب، سوت المصايب بزينب، ما دارت زينب يوم عاشوراء شافت زينب. المصائب ليست قليلة التي صبت على قلب الحوراء زينب. رأت الأكبر مجزر على بوغاء كربلاء، رأت القاسم بعد، رأت موقف للحسين ما تحملت زينب. وين هذا الموقف؟ خل أقرأ لك، اسمع. هاي زينب لما خر الأكبر على بوغاء كربلاء وانطلق الحسين إلى الأكبر، هنا ارتفع صياح الحسين. إجت الحوراء زينب إلى الإمام زين العابدين، اتقل ابن أخوي أسمع صياح الحسين. قال لها عم زينب إن كان هذا الصوت صوت أبي فإن المقتول أخي علي. عم زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت الحوراء زينب طرف الخيمة، قال عم زينب ادركي أبي الحسين فلقد تمدد بطول ولده علي. أي زينب، شفت المصايب إيش كثر؟ رأت الحسين على بوغاء كربلاء وقد جالت الخيل على صدره، وتكسرت أضلاعه. كل هالمشاهد شاهدتها زينب حتى شاب شعرها وحده ودب ظهرها من كثرة المصايب. لما رجعت الحوراء زينب، أنا طلبوا مني خل أقرأ لك الأبيات. لما رجعت زينب إلى المدينة بعد مصائب كربلاء، إجت أم البنين إلى الحوراء زينب، عرفة الحسين قتل، تريد تواسي زينب. زينب واقفة ويا الأطفال ويا النساء، لكن أم البنين ما عرفتها. إجت إلى الإمام زين العابدين، تقول له سيدي وين عمتك زينب؟ وين زينب؟ قال يا أم انظري إلى تلك المرأة التي شاب شعرها وحدة ودب ظهرها وتعلقت الأطفال بأذيال، يا هي عمتي زينب. هاي زينب، الله. إجت أم البنين ناحية زينب، شو تخاطبها؟ من تكوني انت يا الحرمة الغريبة، من تكوني مبينة عليك المصيبة، من تكوني حالتك والله عجيب. اسمع رد الجواب من زينب، تعرفها. اني زينب، اني زينب غيرت شكل المصايب،
راسمين الهموم شايل اني زينب يما ومضيع الحباي يم البنين من المصايب جسمي ناحب اسمعها اسمعها يم البنين مو صرت ما عندي كافي يم البنين انا ضيعني بفار بقيت زينب تنعى الحسين الى اخر عمرها وهي في بلاد غربة في أرض الشام وعند احتضارها للموت جاءت النساء لها تقدم لها الماء نظرت إلى الماء فغرورقت عيناها أشرب الماء وقتل الحسين عطشان أشرب وذبح الحسين ظمآنا وكانوا كلما أرادوا أن يمدوا يديها ورجليها تمتنع بترضى ما تقبل زينب من دون رجولة ولا إيديه تخاطبهم بحنين وأنين جرحت قلبي المجروح يلجيت توجهوني ذكرتوني بالمظلوم يلد غمض وعيوني خلوني اموت بهون لا تهيجون مكنوني خلوني اموت بهون لا تذكروني بالمظلوم اسمعها زينب لا تمدوا الي رجلين ولا تسبلوا الي يدين ليش يا زينب ترى من تمد ويداني اتذكر اخوي حسين انا ناديت الشمر خلي باغمضة وبمد ليدان ايش سوى رفسني رفسني وداس بن عالة ومن نحرة تسيل دموع اسمع تسيل دموع من نحرة وينادي يا شمر عطشان تسيل دموع من نحرة وينادي يا شمر عطشان سقني قبل تذبحني ترى قلبي غدا لهفان يا ويلي غبر وداجه وشال الراس فوق سنان لا تهيجون مكنوني ذكرتوني بالمظلوم بيت الدعاء ولما انجوا يشربوا غالما ينتحبتوا صاحت ولما انجوا يشربوا غالما ينتحبتوا صاحت يا خويا الما شربت الماي اختك روحه راحت
أسرع لك يا ابن أمي، أمك في القبر ناحت على المظلوم، واويلي واويلي على المظلوم، على المظلوم واويلي واويلي على نومتي في القبر صعبة، شلون في قبر ينام نومتي في القبر صعبة، شلون في قبر ينام، شلون أغمض عيني وعيني رأت حرق الخيام، شفتني بعيني اخوي حسين مرضوض العظام. إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحق مولاتنا الحوراء زينب إلا